أكبر لا السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. ياسين يهنيكم في عيد المبارك، تبارك الله عليكم، ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لجميع المسلمين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتمنى ان شاء الله الرحمة والمغفرة لجميع الأمهات والأباء اللي توفوا. نتمنى ان شاء الله الفرحة لصحابكم والأصدقاء ديالكم والخوتكم والجيران ديالكم. نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا أحسن ما يرام، وعيدكم مبارك سعيد وتبارك الله عليكم.